ارتفاع في درجات الحرارة كان واضحا على المنطقة الغربية. كتلة هوائية من الهواء الساخن تحركت من جنوب الجزائر وجنوب تونس، أدت إلى هذا الارتفاع على المناطق وخاصة أقصى المناطق الغربية. لا زالت أو بإذن الله تعالى ستتحرك هذه الكتلة الهوائية تدريجيا ناحية الشرق لتخف درجات الحرارة، حدة درجات الحرارة خلال يوم غد أو بداية من يوم غد انخفاض تدريجي، وإن شاء الله ستكون يوم الاثنين درجات الحرارة أكثر انخفاضا على الشمال الغربي بتحول الرياح من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، ما يجعل درجات الحرارة ستنخفض بداية من يوم الغد، وسيصل هذا الانخفاض حتى على مناطق الدواخل يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. سماء صافية إلى قليل السحب سواء كان على الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، بعض السحب تتناثر على المنطقة الشرقية لكنها بدون أهمية تذكر. الجنوب سماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة تبقى صيفية. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهوائية الساخنة والباردة والتي سنلاحظ من خلالها أين يتمركز الهواء الساخن، حيث نلاحظ أن الهواء الساخن يتمركز على الصحراء الكبرى أو جنوب الصحراء في مناطق عديدة من جنوب الجزائر. تتحرك جزء من هذه الكتلة أحيانا ناحية المناطق الليبية وخاصة الغربية ثم تتراجع في فترات، وهذا ما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة، إذ أن مصدر الهواء الساخن أو الكتلة الهوائية هي الصحراء الكبرى والتي تتميز بسخونة الأجواء على هذه المنطقة. النشرة الخاصة بالصيد البحري على السواحل الغربية الممتدة من رأس جدير حتى سرت تكون السماء صافية مع رياح ستكون شرقية إلى براني أي شمالية شرقية، وسرعة هذه الرياح من 10 أو من 5 إلى 10 عقدات، ما يجعل بإذن الله تعالى الموج لا يتجاوز 75 سنتي، هذا على أقصى تقدير. لكن الوضعية ستختلف قليلا على المناطق الممتدة من درنا حتى طبرق، إذ أن سرعة الرياح قد تصل أو قد تتجاوز 20 عقدة لتصل 25 عقدة، ما يجعل ارتفاع الموج يتجاوز 1.75 متر خاصة هذه الليلة وصبيحة يوم غد. الرؤية جيدة على كل السواحل الليبية غربها وشرقها، ودرجة حرارة البحر تصل أو تتراوح من 23 إلى 26 درجة مئوية. إذن بصفة عامة الهواء الساخن يتمركز على هذه المنطقة ويجعل درجات الحرارة أو جعل درجات الحرارة مرتفعة خلال اليومين الماضيين وخلال هذا اليوم. بإذن الله تعالى يبدأ التراجع في الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق الغرب الليبي وتحديدا بداية بالمدن الساحل خلال يوم غد، ثم يصل الهواء البارد على مناطق الدواخل وخاصة يوم الاثنين. إذن ستكون الوضعية تختلف بعض الشيء من منطقة إلى أخرى، وخاصة أقصى الغرب الليبي سيصل الهواء البارد من بداية النهار، شرق طرابلس بإذن الله تعالى مصراتة والخمس في آخر النهار خلال يوم غد. درجات الحرارة في طرابلس ستتراوح من 30 إلى 34 درجة مئوية على طرابلس وضواحيها، وستكون أكثر من ذلك على مدن الدواخل حيث تتراوح من 34 إلى 38 درجة، هذا في مناطق سهل جفارة ومناطق الجبل. لكنها تكون مرتفعة في مناطق غدامس والحمادة إذ لا تقل عن 38 وستصل إلى 42 درجة في غدامس والمناطق المجاورة لها. ستكون الأجواء صافية في الجنوب الغربي الليبي ودرجات حرارة ستصل أو تتراوح من 33 إلى 38 درجة مئوية وتصل إلى 40 درجة في بعض المناطق. الكفرة تزور بوسير أجواء صافية ودرجات حرارة تتراوح من 35 إلى 39 درجة مئوية. مناطق الشمال الشرقي درجات الحرارة أكثر اعتدالا من كل المناطق الليبية، حيث خلال يوم غد ستكون ما بين 29 إلى 33 درجة على الساحل ولا تزيد عن 30 درجة في مدن الجبل. سننتقل إلى المدينة المختارة والتي ستكون من الغرب الليبي والذي نتوقع فيه خلال يوم غد أن تنخفض أو أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على مناطق تحديدا الزاوية التي نتوقع أن تصل فيها درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية، أقصى درجة حرارة ستصل إليها. لكن الرطوبة تبقى عالية خلال يوم غد على كافة السواحل الغربية، أدناها 20 درجة. سرعة الرياح ستكون معتدلة 15 عقدة، شمالية شرقية هو اتجاه الريح، ما يجعل درجات الحرارة ستميل إلى الانخفاض. حالة السماء صافية أغلب فترات النهار.